بعد أن أصبحت اليمن ساحة للحروب والصراعات، تأثرت جميع القطاعات بما فيها التعليم العالي، وأضحى الطلبة اليمنيون يبحثون عن مواصلة تعليمهم الجامعي خارج البلاد. كانت تركيا واحدة من أبرز الوجهات التي سعى الطلبة اليمنيون للدراسة فيها، فهي غنية بالتاريخ والثقافة والفنون، مما يمنح الطلبة فرصة للغمر في تجارب ثقافية متعددة تجمع الجامعات التركية بين معايير وأساسيات التعليم في الجامعات الأوروبية، إضافة للاهتمام بجودة التعليم وزيادة مستوى التدريب العملي في شتى المجالات التطبيقية، ما جعل الجامعات التركية تنافس في المراتب العالمية بعدد الأبحاث والاختراعات المسجلة. من جهة أخرى، فقد اعتنت الجامعات التركية برفد كلياتها بكل العلوم الحديثة والوسائل التعليمية الملائمة، وأدى كل ذلك إلى زيادة إقبال الطلاب الأجانب من أجل الدراسة في تركيا، لا سيما اليمنيون، حيث وصل عدد الطلبة اليمنيين نهاية العام الماضي إلى 8,036 طالباً وطالبة. وعليه يهتم الطلبة اليمنيون بالتقديم على المنحة التركية في كل عام، كونها من أشهر برامج المنح حول العالم، وتشمل الكثير من التخصصات وجميع المراحل الدراسية كالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. كما تقدم الحكومة التركية آلاف المنح سنوياً لمختلف الدول. فالمنحة التركية مجانية وممولة بالكامل، وتقدم من قبل الحكومة التركية إلى جميع الطلبة الأجانب من جميع أنحاء العالم. وتتميز المنحة بتغطية الرسوم الدراسية، وتتكفل براتب شهري وتوفير سكن طلابي، بالإضافة إلى تأمين صحي وتذاكر السفر للطلبة المقبولين. وفي الوقت ذاته يزيد أيضاً إقبال الطلبة على الجامعات التركية الخاصة بسبب تنوع الفرص التعليمية والكلفة المعقولة مقارنة بدول أوروبا وأمريكا الشمالية، كذلك إمكانية التعرف على ثقافة أخرى، حيث تقع تركيا على تقاطع الثقافات الشرقية والغربية، مما يوفر للطلبة فرصة فريدة للتعرف على ثقافتين مختلفتين في آن واحد.